مرحبا، كيف كان فيديو اليوم؟ راح يكون كيف تحصل على جواهر من ماباتك، او كيف حتى تعمل ماب ناجح وتربح منه جواهر وكثير كوينز، وكيف كمان تزيد عدد الدخول للماب تبعك. كل هاي الاشياء قاعده في هذا الفيديو، تخيلوا كل هاي الاشياء في فيديو واحد. فتابع الفيديو للاخير. طبعا جايز، في هالايام عندنا طريقه جديده لربح الجواهر والكوينز بدون اي تعب وبدون لعب، اللي هي عمل المابات وربح منها. بتربحوا من ماباتكم في كل مره شخص بيدخل الماب تبعكم وتحققوا الهدف بتربحوا. مثلا هون المفروض يدخل الماب تبعي، اذا دخل الماب تبعي 5000 شخص راح اربح 50000 عمله. امس سجلت هدف فدخل مابي 4000 شخص وربحت طبعا 40000، وطبعا كمان ربحت جواهر. فكل هذا الشيء من خلال الاشخاص اللي بيدخلوا للماب تبعكم. اوكي، اول شيء قادر احكي لكم كيف تعملوا ماب ناجح في لعبة بيكي اكس دي ويضرب في لعبة بيكي اكس دي ويصير ترند ويظهر في المابات المشهورة في الصفحة الرئيسية. اول شيء جايز، حتى يظهر مابكم لازم تواكبوا الترند، يعني الترند اللي عم يصير حاليا لازم تعملوه. مثلا حاليا الترند هو باربي، فالناس حاليا كثير هيك عندها، يعني رجعت لباربي وحب باربي وهيك. فالاشخاص اللي بيعملوا مابات باربي في هالوقت بحيث رح ينجح. وفي الفترة السابقة كان الترند لعبة سكويد جيم، فالناس اللي عملوا مابات سكويد جيم الى الان هي ترند ترند ترند، لانه هذا الموضوع كان ترند في كل العالم. فتخيلوا انكم تعملوا عنه ماب، كيف رح يكون الشهرة يعني الماب تبعكم. فهي طريقة كثير كثير ناجحة. انا يعني من وجهة نظري وفي الايام اللي ماضية كنت عم حلل ليش هالمابات ناجحة وليش هيك، اكتشفت ان الترند هو السبب، يعني الترند اللي عم يصير. مثلا شوفوا هذا ماب سكويد جيم، وفي طبعا كمان المابات اللي بتعتمد على التحديث. مثلا في الفترة الماضية كان الترند اللي هو تحديث البيبي، ففي اشخاص عملوه مدرسة البيبي. فهي شيء، هذا شيء جديد، شفتوا كيف؟ يعني بيستغلوا التحديث اللي في بيكي اكس دي بيعملوا منه الشيء، بيشتقوا منه الشيء يعني. فترند خارجي وتحديثات بيكي اكس دي، يعني فكروا من هالشيئين بما بدكم تعملوه، فكذا ضبط معهم. واللي بيعملوا مستشفى واللي بيعملوا هيك اشياء، بس اهم شيء انكم ما تكرروا، تكون عندكم فكره جديده واهم شيء مبتكره ومتقنه. طبعا انا جايز المابات تبعي مو ترند، يعني هي المابات هيك انا حبيت اعملها، يعني لاني بدي يكون في مطار في اكس دي، بدي يكون في حديقه في اكس دي، مع انه في كثير حدائق، بس انا حبيت يعني مو حابه اني ما عملت ترند، مو حابة، بس أنا ما عملته. إن شاء الله قريبا أعمل ماب جديد بفكرة جديدة وحلوة. طبعا أنا ماباتي نشرت عنها فيديوهات على اليوتيوب، ففي كثير كثير منكم دخلوا على المابات وشافوها وجاهم فضول يشوفوها، فكل الشكر لكم. أوكي جايز، هلأ جايز بدي أقولكم طريقة سرية، طريقة كثير كثير ضابطة لحتى يكون عندكم ناس كثير بتدخل الماب تبعكم. ايا كان الماب، الماب تبعكم اي شيء، ترند مو ترند، اي شيء، يعني اي ما بدكم في بالكم عاملينه تحققوا هدفكم. حتى لو ما دخل 5000 شخص، يعني هلا في كثير ناس عم بتقول من وين رح اجيب 5000 شخص، من وين رح اجيب 4000 شخص. فهي الطريقه لكم، جيبوا 5 من اصدقائكم مثلا وخلوهم يدخلوا الماب تبعكم. في المرة الأولى يدخلوا الماب ويفضلوا في الماب لمدة 5 دقائق، بعدين اطلعوا، بعدين ارجعوا 5 دقائق ويطلعوا ارجعوا، هيك يعملوا لمدة 5 مرات، ورح تلاحظوا في زيادة في العدد، في العدد الناس، يعني هيك مثل هاك، يعني هم مفروض يعني مثل هاك. من الأول أنه هم بيجي أكزيد يفكروا أنه في 5 أشخاص دخلوا الماب تبعكم، بس هاد شخص واحد عم يدخل ويطلع، فهمتوا قصدي؟ فهاي الطريقة جايز ضابطة، أمس جربتها في حساب الحساب صديقتي للماب تبعها، كان هي محتاجة ناس يدخلوا للماب تبعها حتى تحقق الهدف، وهي ما عندها ناس، فساعدتها بالدخول لمابها ونطلع منه ونرجع ونطلع. ف
ضبطنا الموضوع وكانت في زيادة كثير كثير خرافية في أعداد الناس اللي بتدخل للماب تبعها، وبالتالي جايز حصلت على جواهر وحصلت على كوينز بهي الطريقة. هاي الطريقة جايز اعملوها وهيك جربوها يعني، وحكوا لي شو رأيكم فيها. طبعا أنا جربتها مثل ما قلتلكم بحسب صدفتي وزبطت، فبدي كمان أشوف تجاربكم أنتو بهي الطريقة. فهلأ جايز بعد هذا الفيديو روحوا فورا نعملوا هاي الطريقة، ابدوها من نفسكم أو ابدوها مع أشخاص آخرين حتى يحتسب أكثر. فهاي الطريقة جايز كثير كثير سهلة، مجربة يمكن أنا أول مرة أول شخص بقولها لكم، ما بعرف صراحة إذا أنت سمعتوها من قبل يعني، بس أنا هيك يعني استنتجتها أمس بهي الطريقة، قلت خلينا نعمل هيك خدعة، خلينا هيك يعني خادع اللعبة ونعمل هذا الشيء. فيا جايز اشتركوا في القناة إذا ما كنتوا مشتركين، وحطوا لايك لهذا الفيديو. طبعا جايز فكرة الخمس دقائق هاي ممكن تكون دقيقة ممكن تكون دقيقتين، لأن أمس لما دخلت ما جربت يعني ما دخلت لمدة خمس دقائق، في مرة دخلت دقيقتين مرة دقيقة وأكثر شيء خمس دقائق وكذا، فمو شرط يعني، فلازم هيك يكون الموضوع أقلها خمس مرات لحتى تفيدوا يعني، يكون في زيارات منيحة للماب تبعكم. كمان جايز على ذكر المابات جايز، ادخل المابات تبع جايز، شوف المابات تبع كثير كثير حلوة، عامل مطالب بيك اكزي جايز، تخيل عامل مطالب بيك اكزي، وفي ناس كثير منكم ما بيعرفوا هذا الشيء. فلهيك جايز بعد هذا الفيديو كمان بعد ما تعملوا الماب تبعكم وتظبطوا اموركم ادخلوا على ماباتي، القوا عليها نظرة جايز، كثير كثير تعبت عليها فالقوا عليها نظرة. وكمان بدي احقق الهدف تبع 50,000، وبدي كمان اغير لون اسمي جايز. صح جايز، بس تحققوا الهدف النهائي اسمكم بتغير من اللون الابيض للون الذهبي. اوه ماي جود جايز، هاد شي كثير كثير سبيشال يعني، تخيلوا قديش رح تكونوا مميزين يعني، اسمكم رح يتغير. واو جايز فيكم تتخيلوا بس. فيا جايز ما بدي اطول عليكم اكثر، اشتركوا حطوا اللايك وباي.